خاتم غزال للاستعمال اليومي، يقدر يتزاد ويقدر يتنقص. الا جاك صغير في القياس راه تقدر تكبرو، جاك كبيرة تقدر تنقصو. ها نتوما اللي بغاه سكرينيه ويصيفطوا لي في نماد الواتساب، هي 0921240042. هذا ب 1500 درهم، 30000 ريال، 150 ديال الاورو هذا الخصم. نردو لكم هذا. عندي هذا عاوتاني اللي داير بهذه الخدمه، فيه شويه الابيض دبل ابيض وشويه ديال الصفر. الثمن ديالو هو 1350 درهم، 1350 درهم، 27000 ريال، 27000 ريال هذا الخاتم. هذا اللي قياس ديالو هو ستوندار، ها انتم اللي كتشوفوا، 27000 ريال هذا الخاتم. عندي هذا، هذا نعطيكم بعدا الثمن ديالو. هذا كيدير 1900 درهم، 38000 ريال، 190 ديال الاورو. 1900 درهم، 38000 ريال، 190 ديال الاورو، باش حتى واحد ما يبقى فيه لا صحاب الريال ولا صحاب الدرهم ولا صحاب الاورو. بقى لنا غير صحاب الفرانك، نوعدوهم ان شاء الله غير نتمعنوا فيها مزيان باش نعرفوا نقولوا لكم مضبوطه. 1900 درهم، 38000 ريال الخاتم. يا سلامة، خاتم مجوهرات عند غزة، عند زكريا، بلا فينيسيون، صح استعمال اليوم. نردو هذا. كاين هذا عاوتاني داير ب 1450 درهم، 29000 ريال، 29000 ريال هذا الخاتم. هذا 1450 درهم، 145 ديال الاورو. هانتوما تخويت مات دابا ان شاء الله جداد، دابا ديما كيديروا لهم دخلوا معاهم البيض باش كيعطيو واحد المظهر زوين، ما كيجوش سامبل بزاف، يجوا غير عاديين، ضروري يهرسوهم بشي شكل. عندي هذا ب 1300 درهم، هذا ب 1300 درهم، 130 الاورو، 26000 ريال. وكنحاول اليوم الخوات يكونوا مختلفين في لي ديزاين ديالهم، كل وحده وتكون بالشكل ديالها. عندي هذا ب 1700 درهم، 34000 ريال، 170 ديال الاورو، 170 ديال الاورو، 34000 ريال. فيه بحال انفيني من الوسط، وهادو جاي على شكل الوريد هكا. خاتم في المستوى والصح، اهم حاجة هي الصح، خواتم صحاحين. هذا اللي غنوريكم اليوم، تقيل عاد شي شوية، وازن ديال شي 2500 درهم، 50000 ريال، ولكن راه تقيل تقيل البنات. وشوف الدورة كيفاش غليظة في هاد الجناب، هذا غليظ من الغليظ من هنا. 2500 درهم، 50000 ريال، 250 ديال الاورو، 250 ديال الاورو هذا الخاتم، 50000 ريال. اللي عجبو شي واحد البنات يسكرينيه ويصيفط لنا القياس، يعبر القياس غير بالمسطرة بحال هكا. انا نعطيكم كيفاش تعبر الخاتم باش تجيك ساهله في الدار. غتشد غير شي مسطرة وغتجيبها لهاد الشرطه الاولى كاع المسطرة وغتعبر. شحال دابا هذا فيه 1.8، 1.7، شفتوا القياس 1.7، وممكن يتزاد ممكن يتنقص عند اي دايبي في المغرب. بغيت نصاوبو لكم لان نصيفطوها لك، بغيتي حتى تما وتقيسو على خاطرك، وكتدير دايما كتكون شي حاجه اللي كبيره بزاف. حنا ما كنعطيوكش، حنا تقدر تجي قدك، يقدر يجي كبير شويه ولا صغير شويه، المهم عنده الحل. حنا غير كتقربنا اليد ديال الانسان كيدير، واش غليظه واش رقيقه واش متوسطه. ولا لقيتي العبار تعبر هكا بمسطره اسهل كاع، كيمشي داكش العبار مضبوط. عندي هاد الديزاين هذا عاوتاني اللي جاي بحدهم بحال طروات دي مرايا، هادي راه كتبري فيه بحال المرايا من الوسط. نعطيكم البخي ديالو بعدا، هانتوما كتشوفوه بعدا على ما نشوف الثمن ديالو شحال داير. الثمن ديالو هو 1650 درهم، 33000 ريال، 165 ديال الاورو، 1650 درهم، 133 ديال الاورو. شتو خاتم غزال، لا فينيسيون منقوش، خدمة يا سلام، وموديلات اللي روميين بامتياز. عاوتاني عندي هاد الديزاين هذا، هذا راه تابع للاخر اللي قلت لكم تقيل قبيله، راه تابع لهذا، شركه وحده
موديلات فيهم واخا ما مفورميش كتشوفش الخزن مفورمي ولكن راه ثقيل الوزن صحيح. والله الا نسيت بلاش وزنتو نسيت حتى الوزن ديالو تبارك الله راه داير فيه 5 الغرام. شوف خاتم 5 الغرام فيه ولكن راه شي حاجه ثقوليه والصح كيطيح ب 840 الف ريال 2400 درهم 240 ديال الاورو. انا راه خاتم في المستوى الصراحه الله شي حاجه زعما تلبسها وعول عليها انك وراك لابس خاتم في اليد ما تخافش منه. انتم راه نبرك عليها ما كاينش صح ولا نقول عندي هذا ب 1900 درهم 830 الف ريال ثاني. شوف هذا فيه واحد الخدمه ملكيه غزاله تبارك الله. شوف شوف على الديزاين فيه يا سلام هنا مسيرتي بالحجيرات وهادو جاي على شكل دوائر ومحلولين من الوسط جايين واحد لافينيسيون فيهم واعره بحال ديك بحال واحد النوع ديال الحوت جاي واعره 1900 درهم 830 الف ريال. وعندي هذا عاوتاني اللي الثمن ديالو غير 1600 درهم. هادو كلهم البنات فيهم برومو ديال ما بين 150 درهم حتى 200 درهم في الواحد ناقصه 1600 درهم 32 الف ريال 32 الف ريال. الخاتم هذا 160 ديال الاورو 32 1600 درهم. والفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم عاوتاني اللي ما فيهمش حجر. هادو واخا فيهم الحجر راه فيني داك الشيء بغيتي اللي ما فيهمش حجر نديرو. الا بغيتو اللي ما فيهمش حجر عطوني لي لايك بزاف. الا وصلوا لي لايك بزاف غادي نعرفكم ما بغيتو في الفيديو الجاي اللي ما فيهمش حجر ونديرو لكم ان شاء الله. عندي هذا ب 1750 درهم 1750 درهم 35 الف ريال الخاتم. خمسة وثلاثين الف ريال. وعندي هذا ب 1800 درهم 36 الف ريال 180 ديال الاورو. داك يبان لك بالحجرات ديالو بحال الدياموند فيه واحد الخدمه الحجرات خطيره. 1800 درهم 36 الف ريال 180 ديال الاورو. وعندي هذا ما قبل الاخير هذا اللي داير غير 1250 25 الف ريال. خواتم زعما حتى لهاد لي دوسكم اليوم في متناول الجميع ما بين 23 حتى 50 الف ريال غير جوج تقريبا اللي غاليين بزاف هما الاخرين كاملين 30. هذا ب 25 الف ريال 1250 درهم وصحيح ماشي تسمع 1250 تقول ضعيف لا صحيح. ها انتم شوفوا حتى الخدمه ديالو غزاله. واللي ما بلوش مزيان وبغى شي خاتم فهاد السن يصيفط لي ميساج في الواتساب ويسكريني التصويره ويصيفطوا لي في الواتساب نعاود نصوروا مزيان. وعندي هذا عاوتاني اخيرا هذا هو اخر خاتم اليوم ان شاء الله. نتمنى الفيديو يكون عجبكم نعطيكم الثمن.